وأحيانا حتى في الزوجة، هل هذه موظفة يعني عندها راتب ومال سوف تساعدني وتصرف على أولادها وتكفين مؤونتها أو لا، أو هل أن هذا الزوج صاحب أموال طائلة أو لا؟ فحتى لو كان متدينا مؤمنا خلوقا وفيا، ولكنه ليس بذلك المستوى العالي من المال، قسم من الناس لا يقبله. تتصور أن هذا الأمر بس هنا؟ لا، حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان، لما تزوج علي عليه السلام فاطمة الزهراء في السنة الثانية للهجرة، كانت نساء من قريش في المدينة المنورة بعد إسلامهن في المدينة سنتين للهجرة، كن يقولن لفاطمة عليها السلام: زوجك أبوك رجلا فقيرا لا مال له، يعني علي بن أبي طالب. نفس المنطق اللي الآن عند بعض النساء وفي بعض الأسر، إنه هذا فقير، هذا ما عنده أموال، روحي وراء فلان اللي كذا وكذا، أو انتظري، ليش مستعجلة في سن 20 تتزوجي؟ انتظري لين يصير 25 و28 وأكثر وأكثر، لعله يجيك واحد عنده أموال. قالوها أيضا في ذلك الوقت لفاطمة عليها السلام: أن أباك زوجك رجلا فقيرا لا مال له. فنقلت فاطمة الزهراء عليها السلام كلامهن لرسول الله. هذول مسلمات، هذول مهاجرات، هذول في المدينة، مو ضمن الحالة الجاهلية مثلا في مكة أو كافرات. لكن أحيانا قد بعض الناس هو يصلي ولكن ثقافته تنتمي إلى عالم الجاهلية، يصوم ولكن أفكاره ليست أفكار الإسلام الحقيقية. فجاءت فاطمة ونقلت له خبرهن، فقال لها: يا فاطمة قولي لهن: زوجني أبي أقدم الناس سلما، يعني إسلاما، وأكثرهم حلما، وإن الله عز وجل قد اطلع إلى الأرض فانتخب منها أباك محمدا نبيا. واطلع أخرى إلى الأرض فانتخب منهم بعلك وصيا. قدمي إلهم هذا الأمر، ماذا ينفع مثل تلك الكلمات أمام سيد الوصيين وأقدم المسلمين وأكبر الحلماء وأصحاب الأخلاق؟ فأول أمر نحن نلاحظه قضية من أنتخب أما لأولادي إذا كنت شابا، أو لأحفادي إذا كنت والد الزوج أو الزوجة، وأي مقاييس ألتفت إليها؟